جاء أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاوا بكون داي أنصار أيه سطاي كون سورة البقرة ناي كين داي كتا من كو جا بين خان بيان هو لاو سامرب كاو رايغان دوي ترميزي سون أيه تيوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين